شو بده يكون موقفك لو اجى الفاكس بالموافقة على 2,600,000؟ من وين بدك تدفعي لهم؟ ايش بعرفني؟ يمكن كنت تشرشحت شرشحة لأول ما لآخر. لا تخاف عليها، ما في أهون من إنه تلاقي لها سبب وتتملص منه. يعني مثلا كان ممكن إني أقول له نسياني دفتر الشيكات، رايح أجيبه وأرجع فورا. هذا وش الضيف؟ مرحبا دفتر الشيكات. بس برافو عليك يا زهرة، أنت عملتي مثل ما أنا بدي بالضبط. إيه وبعدين شو بدنا نساوي؟ هلأ إجا دورك يا رؤوف، بقى ورجينا شطارتك لنشوف. ولو مدام طربخاني، أخوك رؤوف بيعجبك، عايشين بنفس البطن وشربانين نفس الحليب. بس منين جايبتينا كنية الطربخاني هي؟ الصقل ممتاز والتشطيب رائع، يعني لا في انكسار ولا زوايا مدمجة، واللون نقي جدا والخامة خالية من الشوائب. باختصار هالألماسة هي نموذجية وحرام تتقطع، لازم تضل مثل ما هي شقفة واحدة. يعني شو ممكن ينعمل من هالألماسة برأيك؟ يا سيدي ممكن ينعمل منها خاتم رجالي أو يترصع فيها مطيف ألماس. معك حق، يعني الواحد بيقدر يتكيف فيها كيف ما بده. عفوا يعني ولو انه هذا السؤال حشري شوي. لا تفضل. ولو مصدر هالالماسة منين؟ اولا سؤالك مو حشري لانه من حق زبون يعرف المصدر والمنشأ. ثانيا هالالماسة هي مستخرجة من منجم فستادي لرامينتا بافريقيا، والترخيص لشركة طليانية. والواقع مثل هالالماسة ما في منها الا برقبة مرت المليونير مكاو زنزيري ورقبة اليزابيث تايلر، وفي رقبة ثالثة. رقبة مين؟ والله ما عم بتذكر رقبة مين. بس ما تكون رقبتي. الله عليك يا أستاذ، شو دماتك خفاف. يا سيدي قديش حاطط لها سعر؟ كلمة واحدة ورد غطاها. أنا ما بحب المفاصلة والمعالجة يا أستاذ رؤوف. 3,000,000 ليرة. شوف هي بتسوى، بس أنا الحقيقة وقت شفتها قلت يعني 2,500,000، ومن عندي 100 نرفعهم 100. معلش يا سيدي أنت الكريم ونحن منستاهل. يعني أبلان هيك؟ لا والله يا أستاذ مالي أبلان. لحلحة شوي يا مسيو دانيال، شوي من عندك شوي من عندي إلا ما نصل. آسف يا أستاذ ما بقدر منوب. وليش بقى؟ لأنه مرابحها معدومة. بعدين بيني وبينك يعني اللي بيدفع 2,600,000 ما راح يعجز عن دفع 3,000,000 استاذ رؤوف. صحيح، بس زبوني بيتزاول اذا ما اخذ خصم، يعني بيسوب علي وخصم لي وانا رضيان، احسن ما تتمسك بالسعر وتجلدني فيه. ولك يا حبيبي خل الماسه قصتها قصه. خير شو قصتها؟ ايه انا بعرف، قال يلي بيعرف بيعرف ويلي ما بيعرف بيقول كف عدس. المهم هلا ما راح اتدخل بخصوصياتك، بعتقد انه 2,650,000 مناح ما هيك؟ والله ما بعرف شي بمخوي بصراحه. طيب لحظه لاسال شريكي. شو الحكي، بعرف انه المحل الك وما الك شريك مسيو دانيال. ايه صحيح، بس بالالماس السوداء الي. لحظه شوي لو سمحت استاذ رؤوف. يا جركاس اهو يلا ارضى عليك.